اهلا بيكم حبايبي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يا حلوين ستار سايز اون ليسون 4 في كونسبت 1 2. اول سؤال تشوز، بيقول ايه بقى السؤال الاولاني يا ولاد؟ سيندنج سميلي مسج، يعني ارسال رسائل ليها ريحه معينه. When there is shortage of food، لما الطعام يقل. In the role of، هنا بيتكلم على عالم النمل اللي هو الانتس، انتس كولوني، مستعمرات النمل. لما الطعام يقل في مجموعة معينة من النمل تبدأ تبعت رسالة ليها ريحة معينة. المجموعة دي اسمها نيرس انتس. يعني ايه نيرس انتس؟ عاملات النمل تبعت رسالة. مين ياخدها؟ سكاوت انت، النمل الكشاف، علشان اول ما يدور على الطعام يبعت رسالة كمان يخبر الباقي بمكان الطعام. فاهمين يا ولاد؟ اتنين، locating food is the role، تحديد مكان الطعام، لسه قايل سكاوت انتس. خلاص يا ولاد؟ يبقى رقم اتنين سي. تلاتة، alarming the colony، تنبيه المستعمرة from danger، لما يكون في خطر بقى في مجموعة من النمل يبعت رسالة معينة للباقي عشان يقول لهم ده في خطر. المجموعة دي اسمها ايه؟ soldier ant، يعني جنود النمل مسؤولين عن حماية النمل. فاهمين يا ولاد؟ اسمهم soldier ant. اللي بعده، humpback ويلز، الحوت الأحدب أو الحيتان الحدباء. سينج، بتغني during نقط مانس، خلال أشهر نقط، which is the mating season، اللي هو يعتبر فصل تزاوج عند الحيتان. ده طبعا بيعتبر إيه يا ولاد؟ الوينتر. في الوينتر بيغنوا بطريقة معينة، الأغاني بتاعتهم بتبقى هاي بيتش أو شارب، حادة أو يعني عالية الدرجة، صوت رفيع، لأن الصوت ده بيبقى يعني travel better in cold water، بينتقل أفضل في المياه الباردة. خمسة، sense organ، نطلع كده فوق شوية. sense organ أعضاء الحواس، collect information، بتجمع معلومات، and send signals، بتبعت إشارات إلى نقط for processing and understanding، يعني العين الأذن الأنف بتجمع معلومات من البيئة وتبعت إشارات معينة لمين عشان يترجمها ويفهم الحاجات المحيطة. هنا طبعا للبرين، البرين المخ هو المسؤول عن processing، بيعالج هذه المعلومات ويفهمها. أوكي، ستة، bats use their not to get، الخفافيش بتستخدم نقط to get information about their surrounding in the dark، الخفافيش بتستخدم ايه عشان تحصل على المعلومات حوالين surrounding، البيئة المحيطة في الظلام. بتستخدم ايه؟ بتستخدم ال ears. ليه؟ ان هي بتصدر موجات، اوكي، اللي هي بتبقى high pitch، وفي نفس الوقت بترتد هذه الموجات اليها مرة اخرى، فبتسمعها كويس جدا، فبتقدر تجمع معلومات من الوسط المحيط حتى في الظلام. سبعة، ايكولوكيشن، تحديد المكان بالصدى. ان سام انيمال از ذا يوز اوف، استخدام نقط بيتشت ساوند فور فايندينج فود. الايكولوكيشن تحديد المكان، ان سام انيمال is the use، هنا يعتبر بنستخدم او الكائنات دي بتستخدم ايه بقى؟ high pitch sounds، يعني اصوات عالية الدرجة علشان تجد ايه؟ الطعام. فاهمين يا ولاد؟ يبقى تحديد المكان، اوكي، بتستخدمه بعض الحيوانات من خلال انها بتستخدم ايه؟ high pitch sound. تمانية،
Not use echolocation by pouncing high pitch sound in the air. مين اللي بيستخدم تحديد المكان بالصدى؟ عن طريق by pouncing، ارتداد الأصوات عالية الدرجة in the air. طبعا الباتس. طب يا مستر، طب ما هو الدولفين بيصدر موجات برضو هاي بيتش. اقول لك صح، بس هنا بيقول in the air، فالدولفين مش في الاير، يبقى ايه؟ الباتس. اللي بعد، the echo is turned into، الصدى turned يتحول الى نقط، that blind man، الرجل الكفيف طيب ده المحترم، بيستخدم عصاية معينة، العصاية دي بتصدر أصوات عالية الدرجة high pitch، دي تكنولوجيا حديثة جدا، لما تصطدم بأي حاجة ترجع له مرة تانية، أوكي؟ ترجع له في شكل صدى، الصدى ده يعمل إيه للعصاية؟ يعمل vibrations، اهتزازات، فيعرف إن في أماكن قدامه يقدر يتفادها. اللي بعد، 10، the blind person، الشخص الكفيف المحترم ده، آسف، blind person's cane، عصاية الشخص الكفيف، and not emit high pitch، العصاية ومين كانوا بيصدروا موجات عالية الدرجة، أصوات عالية الدرجة، that bounce off، اللي بترجع مرة تانية، اللي بتردد من الأجسام، form وتكون صدى، كان مين بقى؟ كانت العصاية ومين؟ وطبعا الباتس الخفافيش. خلاص يا ولاد، انا طبعا بعتذر ليكم لان انا شرحت السؤال ده وما كانش واضح، هشرحه تاني. بلايند بيرسون كان، عصاية الشخص الكفيف، ونقط بيصدروا ايمت، يعني بيصدر هاي بيتش ساوند، كان الشخص ده، ومين اللي بيصدر هاي بيتش ساوند؟ ذات باونس، ترجع مرة اخرى وتكون ايكو، كان الباتس. الباتس خفاش، والبلايند بيرسون كان بيصدروا أصوات أو موجات صوتية عالية الدرجة، لما تصطدم بأي حاجة ترجع تاني في شكل إيكو. 11، Song of Humpback Whales، حيتان الحدباء، الأغاني بتاعتها في الشتاء are characterized by each of the following، تتميز بكل اللي جاي ده except having high pitch، لا هي high pitch، traveling better، بتنتقل بشكل كويس في الكولد، بتنتقل، having soft، soft sound يعني أصوات ناعمة، أصوات رقيقة، أصوات عالية الدرجة، خلي بالك high pitch هي soft، هي sharp، أصوات حادة، أصوات عالية الدرجة، أصوات soft ناعمة، أوكي، عالية الدرجة، كل الأصوات دي مظبوط ما عدا except having low pitch، الأصوات اللي بتنتقل في الوينتر مش لو بيتش، لان هي بتبقى عالية الدرجة والصوت رفيعة، اوكي، ما ينفعش اقول ايه لو بيتش، اللو بيتش دي تبقى اصوات يعني غليظة تخينة، اوكي. اللي بعد، رقم 12 يا محترمين، all the following sentence، كل الجمل الاتية describe humpback life، كل الجمل الجاية دي بتوصف حياة الهامبيك الحوت الاحدب، except زي كان كوميونيكيت ان كولد اند وورم، مياه تتواصل في المياه البارده والمياه الدافيه، زي ميتنج ان وينتر، تتزاوج في الشتاء، مظبوط، زي هاف ويك هيرنج، عندها حاسه سمع ضعيف، هي دي بقى. خلاص يا ولاد، يبقى 12 ايه سي. اللي بعده صفحه 121، طبعا في ناس يعني الحقيقه كتبوا لي على الواتس كانوا محتاجين، او كتبوا لي على القناة كانوا محتاجين الاسئلة دي ضروري، فانا بعتذر جدا على التأخير لانه كنت مشغول في تحضير فيديوهات اخرى، اوكي. يلا يا محترمين مع بعضنا، هناخد من العمود ايه ما يناسب العمود بي. نيرس انت، عاملات النمل، دي مسؤولة عن ايه بقى؟ ارسال رسائل معينة زي ريحة رائحة معينة لما الطعم اللي هي رقم دي. Responsible for sending smelly message، هو the amount، كمية الطعام بتقل. طب scout and اللي هو النمل الكشاف، اهو مسؤولة عن locating،
ما دي تبعت للنمل ده، والنمل ده يحدد مكان الطعام، يبقى 2 سي. 3 soldier ant، جنود النمل، بتحذر from dangers اللي هي رقم بي. خلاص يا ولاد. element true or false، صح وغلط. it is impossible، من المستحيل. to the science technology inspired، من المستحيل ان احنا نصمم تكنولوجي مستوحاة من الادابتيشن. لا غلط طبعا، عملوا عصاية للبلايند بيرسون زي ما احنا عارفين، يبقى الاولى فولس. 2 سبيشال كين از انفنتد، تم ابتكارها تو هيلب بيرسون هو هاز لوست سنس اوف هيرينج. لا، هل العصاية دي اتعملت علشان الشخص اللي فقد السمع؟ لا، ده فقد الابصار، يبقى فولس. ساوند بيتش، درجة الصوت from blind person can، من درجة الصوت من العصاية بتاعت الشخص الكفيف الراجل الطيب المحترم ده is too high، عالية جدا الدرجة دي، عالية for human to hear، للإنسان اللي يسمعها. true، مظبوط. احنا بنسمع أصوات معينة اسمها sonic waves، موجات سمعية، أما الأصوات دي بيسموها يعني هاي بيتش، بيسموها التراسونيك، اوكي، موجات فوق السمعية، يبقى ترددها عالي جدا. ما علينا. 4 ايكو از تيرنينج انتو لايت، الايكو بيتحول لضوء. ذات بلايند مان كان فيل، اللي بيشعر به الشخص الكفيف، لا ده بيتحول لفايبريشن على طول. باتس هاف ذا ابيليتي تو تشينج ايكو، الباتس لها القدره انها تحول الايكو انتو فايبريشن. نو، ده السبيشال كين. الباتس ده الفرق بين الباتس والسبيشال كين، الاثنين بيصدروا هاي بيتش ساوند. الباتس ترجع له في شكل ايكو عادي، اما ديكا بترجع الايكو بتحولها الى فايبريشن. 6 انيمالز يوز تكنولوجيكال سيستم از وي دو، الحيوانات بتستخدم أجهزة تكنولوجية. لا طبعا، ما عندهاش القدرة دي الحقيقة. 7 animal communicate with each other by using different senses، الحيوانات تتواصل مع بعض باستخدام حواس مختلفة. true. humpback whales، الحيتان الحدباء، communicate with each other through flashing. flashing يعني وميض، تعمل وميض تطلع ضوء. طبعا غلط، صار ساوند طبعا. humpback whales produce more than one type of song، الحوت الأعدب بينتج أكتر من نوع من الأغاني. طبعا أغاني في الشتاء عندها هاي بيتش، وأغاني في الصيف عندها لو بيتش. خلاص، يبقى 9 ترو. اللي بعد humpback whales can sing underwater. true، مظبوط. 11 sense organ can decode، كود يعني شفرة، decode يعني يفك الشفرة، اوكي، يبقى sense organs أعضاء الحواس اللي بتفك الشفرة the information that is sent by the brain. تاني مع بعضين، sense organs أعضاء الحواس can decode، أعضاء الحواس دي زي الأنف، الأذن، اللسان، أوكي، العين، دي بتعمل إيه؟ بتفك الشفرة ذات السن اللي تم إرسالها by the brain، عن طريق المخ. غلط، ليه؟ العكس، البرين هو اللي بيفك الشفرة وبيترجم المعلومة اللي جاية من السنسور. خلاص يا محترمين، اوكي، برضو ما كانتش باينة. سنس اورجان كان دي كود، اقولها تاني اخر مرة، اعضاء الحواس بتفك الشفرة بتاعت المعلومات اللي تم ارسالها من البرين. غلط، قلنا العكس. رقم 4 correct the underline، صح الكلمة اللي تحتها. خط group of ant within colony،
مجموعات النمل داخل المستعمرة have similar rules، عندها similar rules. يعني ايه ولاد similar rules؟ similar rules يعني أدوار متشابهة. هل هي عندها أدوار متشابهة؟ طبعا غلط، عندها different rules. Scout and are responsible for alarming the colony in danger، بتنبه المستعمرة في حالة الخطر، مش السكاوت، السولجر. سولجر ان هامباك ويلز هاف سيميلر ساوند، مختلفة برضه، ديفرنت ساوند. هامباك ويل بروديوس لو بيتش ساوند ان وينتر، الهامباك ويلز بتنتج اصوات منخفضة الدرجة في الشتاء، لا في السمر يا دكتور، في السمر يا دكتور. low pitch sound travel better through cold، الاصوات اللي بتنتقل بشكل كويس جدا، شكل افضل في الكولد، مش اللو بيتش، الهاي بيتش عاليه الدرجه اللي هي الرفيعه اللي هي الشارب اللي هي السوفت. اوكي اند سو اللي بعده يا محترم، طبعا صوت الرجل ايه يا ولاد؟ low pitch منخفض الدرجه عشان غليظ. طب صوت المراه؟ هاي بيتش لأنه soft ناعم أو رقيق. فاهمين يا ولاد؟ اللي بعد write the scientific term، اكتب المصطلح العلمي. season in which the humpback whale produce high pitch، في أنهي فصل الهامبك ويل بينتج أصوات عالية؟ on high pitch اللي هي soft، صوت ناعم، صوت رقيق، صوت رفيع، صوت high pitch، كل ده معنى واحد. فأنا فصل في الوينتر ليه؟ ان وجدوا في ان الصوت اللي هو الهاي بيتش ده الرفيع ده بينتقل افضل، ترافل بيتر ان وينتر. سيزون ان ويتش امبيك ويل بروديوس لو بيتش ساوند، فأنا فصل طبعا السمر. صفحة 122 يلا يا محترم. رقم 3 small living organisms، كائنات حية صغيرة that live in colonies، بتعيش في مستعمرات، and communicate with each other، بتتواصل مع بعض عن طريق smelling message، رسائل ليها ريحة معينة. طبعا انا بتكلم على مين؟ انتس النمل. group of ant which is responsible for sending smelling message when there is shortage of food، مجموعة من النمل تبعت رسائل لما الطعام يقل. هنا بيتكلم عن مين؟ nurse antis اللي هي عاملات النمل. اللي بعد beach sound which travels through cold water، يعني بقى درجة الأصوات اللي بتنتقل أفضل في الكولد، طبعا high pitch sounds، ممكن نقول لاي وخلاص لانه كاتب بيتش ساوند. بيتش ساوند درجات الصوت اللي بتنتقل افضل في الوارم، طبعا انا بتكلم على مين؟ لو، ونكتب بيتش ساوند. سينس اورجان ذات كان ديتكت ساوند انرجي، سينس عضو من اعضاء الحواس بتاعتنا، ممكن من خلاله بنكتشف بنحدد ساوند، طاقه صوتيه. هنا بتكلم على الاير الاذن. سينس اورجان عضو من أعضاء الحواس detect، هو اللي بيكتشف الطاقة الضوئية. هنا بيتكلم على مين؟ الآي العين، طبعا أنا بشوف الضوء بالعين. living organism إذا كان fly، كائن بيطير، and depend on technology echolocation، مين اللي بيطير ده؟ وبيعتمد على الإيكولوكيشن. هنا بيتكلم على الباتس، خلي بالك الباتس بيطير بس مش طائر، ملوش ريش، عشان كده لو طرف النهار الشمس تلسع الأجنحة بتاعته وجسمه، فاهمين؟ عشان كده بيفضل يطير بالليل، لأن الخفاش مش طائر، على الرغم ان هو بيطير ليس له ريش. الخفاش من ضمن المامالز، الثدييات التي تلد، أي كائن بيولد بنسميه مامالز، وكائن اللي ليه ريش ما يميز الطيور بنسميه بيرد، هو مش بيرد، هو مامالز،
اوكي، عشان كده بيطير في الليل هروبا من حرارة الشمس. اللي بعده يا محترمين، طيب رقم كم؟ رقم 10. simple tool أو device، جهاز صغير، أداة بسيطة، used by blind people، الناس اللي هم مش بيشوفوا، الناس الطيبين المحترمين اللي المفروض لما نشوفهم في الشوارع نجري عليهم ونوصلهم ونقدم لهم كل خير، لأنه ملوش ذنب في اللي هو فيه، فلازم نقدم له خير ولازم نساعده. وأكيد أنتوا بتعملوا كده عشان أنتوا أولاد ناس طيبين ومحترمين ومؤدبين، لازم لما نقابل الناس دي نقدم لها كل خير واحترام. إيه بقى الأداة اللي بتستخدم من البلايند بيبل؟ طبعا سبيشال كين. اسمها يا ولاد سبيشال ايه؟ سبيشال كين، اللي هي ايه يا ولاد؟ اللي هي العصايه الخاصه، سبيشال كين. سبيشال كين ممكن نقول سبيشال كين او بلايند، يعني عصايه خاصه بالكفيف. اللي بعد كومبليت. Bats and the special cane of blind people are similar in using. الاثنين متشابهين في استخدام نقط بروبرتي. طبعا الاثنين بيستخدموا ايه يا ولاد؟ بيستخدموا الايكولوكيشن، تحديد المكان بالصلة. اثنين group of ants send، مجموعات النمل بتبعت ايه؟ مسج. على طول وانت مغمض عينيك تقول اسميلي مسج، يعني رسائل لها ريحة معينة. اللي بعد تلاتة Ants use their sense of، النمل بيستخدم حاسة ايه؟ سميل، الشم، أقوى حاسة عنده الشم، سميل. خلاص يا ولاد. أربعة Ants within colony، النمل داخل المستعمرة، are divided into several group، ينقسم إلى يعني مجموعات عديدة، such as nurse and scout and soldier and. خلاص يا ولاد اعتقد سهله يعني. soldier يا ولاد فيها غلطه، انا بعتذر، هنا مفيش اي، الاي بعد الدي. خلاص يبقى soldier and اس او S O L D I E R، أنا اللي نسيت وبعتذر لكم. اللي بعده يا محترمين، Humpback whales communicate with each other by using the sense of، بيتواصلوا مع بعض عن طريق الهيرينج طبعا، السمع. Where they sing، بيغنوا wide range of، بيغنوا تونز، نغمات تونز أو نوتس. أوكي فاهمين يا ولاد؟ and the series of ايه يا ولاد؟ series of songs. خلاص يا ولاد مع بعضينا. يبقى الهامبك ويلز، الحيتان الحدباء، يتواصلوا مع بعض باستخدام حاسة ايه؟ استخدام حاسة الهيرنج، السمع. خلاص by using where، حيث زي سينج، بيغنوا وايد رينج، يعني عندهم ايه؟ ممكن يغنوا اصوات هاي بيتش، ساوند بيتش، دي بيسموها نغمات تونز. اند النغمات دي بتعمل ايه؟ سيرس، سلسله من السونجز، الاغاني. فاهمين؟ يبقى هنا تونز وهنا سونجز. اللي بعد رقم 6 ان وينتر. ان وينتر مانس، في شهور الشتاء، songs of humpback whales have high pitch، سهلة شرحناها كتير، because this sound travel better through cold. اللي بعد النقط منص، في شهور نقط الأغاني بتاع الهامبك ويلز هاف نقط بيتش sound، because this sound travel better through warm water. خلي بالك بقى، مفتاح الإجابة كله هنا كلمة warm، مش هنعرف نجاوب إلا من كلمة warm. warm water مية دافية، يبقى فصل السمر صح؟ وطالما فصل السمر
يبقى والميه دافيه، يبقى الاصوات اللي طالعه low pitch مش هاي. الهاي بيتش دي تنتقل افضل في الكولد ووتر، اما اللو بتنتقل افضل في الورم ووتر. تمام. Human can communicate with each other. البشر يتواصلوا مع بعض. Where ears حيث الأذن of human detect بتحدد. طبعا هنحدد ايه بقى؟ لما انا وانت بنتكلم، انت دلوقتي حضرتك سامعني، حضرتك سامعاني دلوقتي، تتواصل معايا عن طريق ايه؟ عن طريق الايرز، ومن خلال الطاقة الصوتية sound energy. يبقى البشر بيتواصلوا مع بعض حيث where ears of human الأذن بتحدد sound energy and the eye of human detect light energy. الاي بتحدد اللايت، الاير بتحدد الساوند. Antennas are similar to the الانتس متشابه لنقط 3. طب نكمل بقى. In both حيث كل منهما send smelly message. سمعنا كلمة smelly message دي بتبعت رسالة ليها ريحة للأشجار المجاورة، كانت مين؟ الأكاشا، صح؟ الأكاشا تري. اللي بعد رقم 10. The echo that is picked up، الصدى اللي بيتم التقاطه by special cane، العصاية الخاصة بتاع blind person، is turned بتتحول إلى طبعا vibrations. برضو شرحنا الكلام ده وأعتقد سهل. The person can feel اللي هو بيبدأ الشخص يشعر به with thumb الأصابع بتاعته. أوكي. صفحة 123. الحقيقة ولاد عشان وقت الفيديو ما طولش، صفحة 123 عبارة عن جيفريزون. حلا معاكم بسرعة عشان وقت الفيديو، أنا مجهزة وكاتبها علشان ما ناخدش وقت طويل. جيفريزون بيقول علشان بس بنظبط الصورة. The nurse and send smelly message. ليه nurse and بتبعت رسالة للسكاوت and to tell the scout سكاوت اند عشان تخبر النمل الكشاف زاد ذا فود سلو، ان الطعام قليل. لما الطعام بيقل النمل ده عمليات النمل بتبعت رساله ليها ريحه لسكاوت اند. ليه؟ تو تيل سكاوت اند عشان تخبر هذا النوع من النمل زاد ذا فود سلو، طعام قليل. سولجر اند يوز سميلز، سولجر اند بتستخدم الروائح انزير communication. ليه؟ عشان تخبرهم لو في خطر. To communicate with each other during danger، عشان تتواصل مع بعضها أثناء الخطر. 3. Song of humpback whales have high pitch sound during winter. ليه؟ الساوند الأصوات عالية الدرجة أثناء الشتاء، عشان دي بتنتقل أفضل في الكولد ووتر. Because high pitch sound travel better through cold water. اللي بعد Humpback whales sing different song. الهامبك ويل بيغنوا أغاني مختلفة. To communicate with each other، عشان يتواصلوا مع بعض. 5. The echo that is picked up by the special cane، الصدى اللي بيتم التقاطه عن طريق العصاية الخاصة of the blind people is turned into vibration، بيتحول لفايبريشن. ليه؟ عشان يخبر الرجل الكفيف الطيب المحترم بمكان الأجسام. To tell the blind person، حتى يخبر الشخص الكفيف the location of object. اللي بعد the blind people can't hear the sound that emit from their special cane. البلايند بيبول ما بيقدروش يسمعوا الاصوات اللي بتصدرها السبيشال كين، عشان هي بتصدر اصوات هاي بيتش. Because this sound is high pitch sound that the air can't hear it. الاصوات اللي بتطلع من الخفافيش والدولفين والحوت الاحدم والسبيشال كين عباره عن هاي بيتش عاليه الدرجه. تردد يا اولاد ليها حاجه اسمها تردد، هناخده لما نكبر شويه، اكتر من 20,000 ذبذبه في الثانيه. اوكي، يعني ترددها عالي جدا ونغمه رفيعه جدا. فهنا this sound is high pitch
sound that the ear, الأذن can't hear it. آخر سؤال, what happened? ماذا يحدث؟ The smell since حسة الشم of ant become weak. ها؟ مش هقدروا تواصلوا مع بعض. They can't communicate with each other. سهل. اتنين, the amount of food is in the ant colony, في مستعمرة النمل, degrees. يبقى nurse ant send smelly message to scout ant. سهلة جدا. There is danger, لما يكون في خطر يبدأ مين اللي يشتغل؟ soldier ant send smelly message to other. ها؟ السولجر جنود النمل بيبعتوا رسائل ليها ريحة معينة to other. other دي لوحديها وto لوحديها بس مكتوبين جنب بعض عشان المكان ضيق. معلش. high pitch sound that is produced, الأصوات عالية الدرجة اللي بتنتج من البلاين, ها بلاند, can hit an object. تاني, high pitch sound that is produced by blind persons can, الأصوات عالية الدرجة اللي بتطلع من العصاية بتاعت الشخص الكفيف hits an object, بتصطدم بالجسم. يحصل ايه؟ الأصوات دي هترجع تاني. it return back to the cane, هترجع للعصاية, and it turned into vibration, وتتحول إلى الفايبريشن. خلاص يا ولاد؟ اللي بعد, bats can't use echolocation property, الخفافيش مش قادرة تستخدم ال echolocation. يبقى زي can't communicate with each other, زي can't communicate with each other. ستة, there is wall, في حائط أمام الشخص الكفيف اللي بيستخدم ال special cane. طبعا the cane will make vibration, العصاية هتعمل vibration that tells the person the location of wall. بيقولك ماذا يحدث لو الحائط اللي قدام blind person, blind person there is a wall, لو كان هناك حائط أمام, لو كان ماذا يحدث لو كان هناك حائط أمام الشخص الكفيف اللي بيستخدم السبيشال كين, يحصل ايه؟ الكين العصايه السبيشال كين will make vibration, هتعمل vibration that tell, هتخبر البيرسون الشخص زي ايه؟ the location او the position of the wall. اخر سؤال, معلش يا ولاد اقولها تاني, انا اسف بقى الكلمات كانت تحت. There is a wall, لو في حائط أمام الشخص, أمام الشخص الكفيف اللي بيستخدم العصاية. أوكي, لو كان هناك حائط أمام الشخص الكفيف, blind person uses his special cane, إيه اللي هيحصل؟ The cane العصاية will make vibration, هتعمل اهتزاز وتخبر till the person the location of the wall, مكان الحائط. The hearing sense, حاسة السمع of humpback whale become weak, لو كانت حاسة السمع في الحوت الأحدب ضعيفة مش هيقدروا يتواصلوا مع بعض. زي كانت communicate with each other. أتمنى يا أولاد إن أنتوا تكونوا استفدتوا معايا, وبعتذر إذا كان الخط يعني مش واضح لأن المكان ضيق. هي أسئلة بسيطة وغالبا وتهب مش بتيجي كتير, بس احنا حليناها عشان نتدرب عليها. ربنا معاكم وربنا يوفقكم يا أحلى طلبة وطالبات, ولا لقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.